اهلا وسهلا بك، صباح الخير. الو الو، صباح الخير اخت الدنيا. صباح النور، مرحبا بك معنا. لاله عليك. الله يبارك فيك. تحيه ليك وتحيه للطاقم المرافق لك وكاع المستمعات. نعم، وتحيه لك ايضا. مرحبا. الله يبارك فيك. عندك واحد ميلك تشيك بالبنات. ميلك تشيك واحد عصير فيتاميني كلهم بسرعه. الميلك تشيك احتاجوا لي واحد ثلاثه البنانات يكونوا طايبين شويه. ثلاثه البنانات يكونوا طايبين شويه. جوج ياغورت طبيعي. جوج ياغورت طبيعي. واحد ربع ديال الحليب كريمي. جوج معالق كبار ديال الخرطال يكونوا معالق يكونوا مسوحين. نعم. الخرطال. الخرطال جوج معالق الخرطال واحد طريقة ديال القرفة غبرة هذه غنزيدو. واحد طريقة. لا لا أنسى طريقة شحال هذه ما سمعتها. طريقة هي شوية. شوية. نعم كنسمع غير عند الناس دفاس وتحية ليهم. نعم مرحبا يا لالا. أنا زعما شوية من هنا ياك. طريقة والله شحال هذه ما سمعتها. شوية ديال الملحة. شنو قلتي؟ شوية ديال القرفة. قلت لك الملحة أنا عاوتاني غنديروا العصير بالملحة. أنا كنقشروا ذاك البنان ونقطعوا ونديروا في الخلاط. ونكونوا درنا مسبقا ذوك جوج معالق كبار ديال الخرطال في الحليب غير واحد جوج دقائق ولا دقيقه كاع غير باش يرطب شويه. نعم. ومن بعد كنديروا كل شيء في الخلاط الكهربائي وكنطحنوا مزيان. طحن مزيان حتى كيولي ملس صافي. وكنديروه في كؤوس ونديروه في ثلاثه تيبرد ونقدموا وندبروا عليه شويه القرفه من الفوق هكا باش نسمو. نعم. باش نذوقوا. وكيجي بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. والعصير الفيتاميني في هذا البرد مزيان. كنحتاجوا واحد برتقاله كبيره. برتقاله. واحد خزويه كبيره. خزويه. واحد عريش ديال الكرافس. عريش الكرافس. واحد الباربه تكون متوسطه. باربه متوسطه. واحد طريف صغير ديال سكنجبير طري. نعم طريف صغير ديال اش؟ سكنجبير طري. سكنجبير. ايه. وعصير نص حامضه. عصير نص حامضه. كنقشروا ديك البرتقاله وتنقطعوها قطع صغيره. وخيزوا الباربه كنغسلوهم مزيان ونحكوهم قشرتهم في حكاكه. نقشروا القطعه ديال سكنجبير حتى هي ونحكوها. العريش الكراش راه تنقطعو قطع صغيره. كندير اللي عنده ديك السونتريفيجوز راه مزيان كنديرو فيها باش كتعصرو. اللي ما عندوش كيدير كلشي في الخلاط الكهربائي حتى كيطحن مزيان. وكنزيدو عليه داك عصير نص حامضه ونعاودو نطحنو شويه ومن بعد نديرو في من الاحسن شي صفير وشي زيت حياتي باش نعصرو باش يعطينا داك اللون ديال المكونات كلها. صافي كيتشرب هكذاك بصحة وراحة. كيجي زوين. نعم. من طبيعة الحال خصنا نعرفوا أن حتى الباربة مع البرتقال فهي مزيانة لانيميك كذلك. مزيانة لانيميك وسيختو خضراء ما تكونش طيبة. نعم. وصباحك مبروك أختي. الله يبارك فيك. شكرا لك لالا أنس وتحية الناس ديال دار البيضاء.